تقبل الله صيامكم. اليوم رح نحكي عن اختراع غير حياتنا بشكل كثير كبير، وربما احنا ما بنعطي اهتمام كثير كبير، وهو اختراع الصفر. نعم، الرقم صفر. يعود اختراع الرقم صفر الى عالم الرياضيات الخوارزمي الذي قام باختراع هذا الرقم واستخدمه في علم الجبر. قام هذا العالم برسم الصفر وهو على شكل بيضاوي، وسنتحدث لماذا رسم بذلك الشكل وعن أصول الأرقام العربية التي تعرف اليوم بالأرقام الإنجليزية. رقم الصفر هو أن ذلك لا يعني له أي قيمة، بعكس الماضي الذي كانت له أرقام عديدة من 1 إلى 9 ولم يكن الرقم صفر مكتشف. طبعا يمكنكم مشاهدة المزيد من هذه المواضيع والاكتشافات في طقس العرب. شكرا لكم، إلى اللقاء.